خير متابعينا ومتابعين السياحة في كل مكان. نمسي عليكم من مدينة طرابزون في شمال تركيا، وتحديدا من منطقة شلالات أزنقول. والأخوان الأجواء زي ما أنتم شايفين أجواء جميلة جدا، حرارة تقريبا 16 درجة مئوية، أجواء رائعة. ترى شايفهم طبعا اخواننا واصدقائنا اللي شاركونا رحلاتنا وجولاتنا، يمكن بيعرفوا منيح منطقة الشلالات، شلالات بحيرة أزنقول. لا الباص لا، غيرنا الدنيا في الباص ما في. رن بس خطك ما رن لا ما بي رن دولي، لازم يكون شاحن وخط دولي. يعني هسه بنشوف اذا مش في الباص بنشوف، بس نوصل عند المطعم نشوف اذا في حدا معهم رقم تليفونهم. لو انه في المطعم ولا لاقينه كان حدا رد هسه بين ان شاء الله. ست غدير سعد مساكي. طيب اخوانا زي ما قلت لكم دائما احنا ما بنحب نطول عليكم، ان شاء الله بنشوفكم فيديو ثاني ولايف ثاني، فعاليه جديده اجواء جديده. ولا نسمح لكم قرش روز.